بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت بقى تطلبوا لكم المايك لان فضل التسجيل يعني. بالنسبه هنبدا ان شاء الله بالعالمين في الحصه الثانيه، واللي كانت المفروض تكون دي اخر حصه في البروتوزوا، ولكن انا عرفت نزود لكم التوكسوبلازما، فيبقى احنا كده بقى لنا كمان حصه في البروتوزوا ان شاء الله. ولكن حصص سهله يعني، سواء الليشمانيا يعني حصه النهارده الليشمانيا او التوكسوبلازما، فالاثنين سهلين جدا ان شاء الله، ويعني لازمين في المذاكره، فيهم طب بجد يعني، وحاجات هتحتاجوا بيها في حياتكم. طيب حصة النهارده هنمشي عليه ان شاء الله، هنتكلم عن حاجه اسمها الليشمانيا بالتحديد، تمام؟ وان كان في حاجه تانية جنبها كده بس اعتبروا نفسكم مش شايفينها، اعتبروا هنتكلم عن الليشمانيا ان شاء الله، زي ايه؟ بارازايت، مورفولوجي، لايف سايكل، باثولوجي، كلام طبعا معظمه في الباثولوجي، والاول مره اصلا الباثولوجي لوحده نعمله ثلاثه سلايد، يعني الباثولوجي لوحده في البارازايت ده هنعمله ثلاثه سلايد، ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه، على عكس اي بارازايت ثاني كان بتبقى شويه اسامي جنب بعض وخلاص، لا هنا في كلام، تمام؟ وبعدين دايجنوز وتريتمنت وخلاص. فحصه النهارده معظمها رايح لفهم اللايف سايكل، اللي يفهم اللايف سايكل يفهم الدنيا كلها ان شاء الله، فهم اللايف سايكل وفهم الباثولوجي، يعني حصه النهارده معظم الشرح في الاجزاء دي ان شاء الله. طيب هنخلص يعني، هنسال فين؟ هنسال بما ان اللايف سايكل حته مفصليه في الدرس، فهنسال عن نهايه اللايف سايكل، يعني ساعه ما اخلص شرح اللايف سايكل اللي عندها سؤال تتفضل، ساعه ما ابدا ان شاء الله ربع من في الباثولوجي نخلص الباثولوجي، واللي عندها سؤال تتفضل برضه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا مع الليشمانيا. قبل ما نبدا في الليشمانيا، المفروض ان ده تحت عنوان كبير عندكم اسمه هيموفلاجيليت، وان كان هو مش مكتوب العنوان الكبير اسمه لا هو مكتوب ليشمانيا وتحتها هيموفلاجيليت، بس انا خلينا نحطها في موضوعها الصحيح. ان عندنا حاجه اسمها هيموفلاجيليت، يعني ايه هيموفلاجيليت؟ ده مسمى بسيط خالص لو فهمتوه، معناه الفلاجيلا او البارازايت اللي عنده فلاجيلا وعايش في الهيم، الهيم اللي هو البلد. فده بكل بساطه هي بارازايت او بروتوزوا، لاننا في شابتر بروتوزوا اوليات، البروتوزوا اللي عندها فلاجيلا ماشي عشان اسمهم فلاجيليت وعايشين في البلد، وصلت؟ يبقى بيعيش، يبقى ايه هو الهابيتات بتاعهم؟ البلد، السيركيوليشن بتقال كده. طيب مين هم؟ هم اتنين، هم اتنين على فكره، في حاجه تانيه بس ما علينا، هم اتنين يهمونا، او اللي قالهم عندكم خلونا كده ببساطه، اللي قالهم في كتابكم التريبانوزوم والليشمانيا. التريبانوزوم قالها مجرد اسما وخلاص، ان في اعرف بس ان في بروتوزوا اسمها بالتريبانوزوم، دي بتعيش في البلد، اكتر من كده مش هيبقى مطلوب منك من حضراتكم حاجه. انما الليشمانيا طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل. الليشمانيا مسؤوله عن مرض اسمه فيسرال ليشمانيزيس، وخد بالكم فيسرال يعني جاي من الفيسرا، جاي من الامعاء، وهنفهم ايه العلاقه دلوقتي او ليه اسمها كده، او اسمها الثاني بلاك فيفر، الحمى السوداء، بلاك فيفر ليه اسمها كده وليه يعني الاسامي دي لها دلالات، وهنفهمها واحنا ماشيين ان شاء الله. ايه العناوين اللي هنتكلم فيها؟ مورفولوجي، لايف سايكل، باثولوجي، دايجنوز، تريتمنت. تعالوا نبدا منها على بركه الله، زي اي بارازايت مفيش عناوين جديده نبدا فيها ولا حاجه. بالنسبه للمورفولوجي احنا نعرف برضو ان البارازيت بيعدي او البروتوزوا ديت بتعدي بمرحلتين في حياتها، هطلع من الصوره دي بالمرحلتين وارجع للصوره تاني، بتعدي بمرحلتين في حياتها، مرحله اسمها اماستيجوت، مرحله اسمها بروماستيجوت. تاني كده اماستيجوت قال النفي، ماستيجوت يعني فلاجيلا، يعني اللي ما عندهاش فلاجيلا، المرحله اللي ما عندهاش فلاجيلا، بروماستيجوت يعني المرحله في حياتها اللي عندها فلاجيلا. حلو، اماستيجوت بروماستيجوت، فهمنا؟ يبقى اماستيجوت ما عندهاش فلاجيلا، حتى شايفين الصوره ما فيش فلاجيلا، انما هنا البروماستيجوت عندها فلاجيلا اهي. حلو قوي، ده اللي هخرج بيه من السلايد ديت، وهرجع لها تاني، هرجع للسلايد بتاعت المورفولوجي تاني، وكده كده تفيدنا في الدايجنوز، هرجع لها. بس يبقى انا دلوقتي عايز اطلع من السلايد دي بحاجه واحده، ان انا عندي قصه حياه البارازايت ده او البروتوزوا ديت هتعدي بمرحلتين في حياتها، هتعدي على شكلين في حياتها، مرحله عندها ما فيش عندها فلاجيلا اسميها اماستيجوت، يعني نو ماستيجوت، الماستيجوت اللي هو الفلاجيلا، او برو ماستيجوت. طيب ايه بقى اللايف سايكل؟ ايه بقى اللايف سايكل؟ ركزوا معايا. اللايف سايكل بتاعتها لطيفه جدا جدا يعني، وشبيهه او فيها شبه كبير، مش بقول شبيهه قوي يعني، فيها شبه بالملاريا ماشي، وان كان الملاريا ما كان مش علينا بس خلاص يعني، مش هروح للملاريا ولا علق على الملاريا ولا حاجه. طيب الموضوع هيبقى في الانسان، تمام؟ الانسان ده بطريقه ما هقولها دلوقتي هيخرج منه الاماستيجوت. يبقى دلوقتي نعرف حاجه، ايه اللي عايش جوه الانسان؟ الاماستيجوت. الاماستيجوت ده بيتنقل بذبابه اسمها الساند فلاي او فيلوبوتيموس، طبعا هناخدها في الارثروبود، هناخد تركيبها ان شاء الله في الارثروبود، بتتكون من ايه وازاي اعرفها وعايشه فين وتخلص منها ازاي، فهي موضوع كامل في الارثروبود مش موضوعي هنا، بس انا محتاج اعرف دلوقتي ان هي بتنقل بذبابه اسمها الساند فلاي، وعلى فكره موجود منها في مناطق في مصر، تمام؟ اللي ممكن تحتاج تعرف حتى المعلومه دي، مش المعلومه دي في الارثروبود، ان هي مش بتطير، بتتنطط مش بتطير زي البرغوث كده، بس ما علينا. طيب يبقى الفكره ما فيها الساند فلاي او الاماستيجوت ده اللي طالع من الانسان اللي ما عندوش فلاجيلا، يبقى اللي ما عندوش فلاجيلا، المرحله اللي ما فيهاش فلاجيلا اماستيجوت هتروح في الذبابه. ازاي؟ هنعرف دلوقتي.
وبعدين جوه الذبابه تحول للمرحله الثانيه، الاماستيجوت تحول للبروماستيجوت، كل ده جوه الذبابه جوه الساند فلاي. وبعدين هي الذبابه هتنقلها للانسان بطريقه ما، دلوقتي هقولها، تدخل البروماستيجوت. يبقى انا اطلع من هنا بحاجتين بالظبط او كلمتين، ايه اللي خرج من الانسان، ايه الدايجنوستيك ستيج لو انا عايز اشخص المرض، هلاقي ايه عند الانسان، هلاقي الاماستيجوت. ايه اللي خارج من الانسان، الاماستيجوت. وان كان للامانه مش صح قوي اقول هنا الدايجنوستيك ستيج هي الاماستيجوت، بس يعني خلينا نبقى ماشيين بنفس السكيما اللي احنا ماشيين بيها. وصلت؟ انما ما فيش، مش هجيب لكم سؤال ايه هو الدايجنوستيك ستيج بتاعت الليشمانيوماتيك، ولو جه خلاص ادينا عارفين، لان احنا ممكن في الاخر نعرف ان احنا ممكن نشخصها بديت او بدين. فالدايجنوزس ممكن بالاثنين، بس ازاي يسيبوها لوقتها؟ سؤال الدايجنوز. ايه اللي خرج من الانسان؟ الاماستيجوت خرج من الذبابه. الذبابه هي اللي بتاخده على فكره، بتعض الانسان وبتاخدها، بتمتصها وهي بتمتص الدم زي الناموسه كده، شبه الناموسه، هي بتعض الانسان وتمتص الدم، فهي بتمتص الدم بتقوم واخده معاها شفطه الاماستيجوت من دم الانسان. طيب الاماستيجوت اللي كان في دم الانسان ده يعيش جوه الذبابه في حته في النص جسمها بالظبط، نص الجسم اسمه ميد جت. الجسم عندنا او الذبابه عندنا بتقسم ثلاث مناطق، الهايند جت، او اسف، الفور جت، يعني الجت الاماميه، وبعدين الميد جت يعني المتوسطه، وبعدين الهايند جت يعني الجزء الخلفي منها، الامعاء بتاعتها او جهاز الهضم بيتقسم للثلاث دول. على فكره الانسان كمان بيتقسم كده، الانسان بيتقسم في جسمه وهو صغير في الامبريولوجي، بنبقى انبوبه واحده كده بنقسمها لثلاث اجزاء، الفور جت والهايند جت والميد جت، اسف، والهايند جت. تمام؟ فمعنى كلمه فور وميد وهايند يعني ده وصف المكان اللي هتقابلك الاول، وبعدين هتقابلك في النص، وبعدين هتقابلك في الاخر. وصلت؟ فالفكره وما فيها هو البرازيت هيعيش فين؟ هيعيش في النص، في الميد جت بتاعت الذبابه بتاعت الساند فلاي. طيب وجوه الساند فلاي يحصل له ماتوريشن ويتحول من اماستيجوت الى بروماستيجوت، ويكتر طبعا بالباينري فيجن، باينري فيجن يتقاسم يعني، وطبعا في الاخر يتحول الى بروماستيجوت، ويفضل في متحوش هنا كده في الذبابه في الحته دي اسمها الهايند جت، او اسمها بروسيد، بروسوي، برو كي سوي، اللي هو المقصود بها ايه اللي عندكم المصطلح اللي هتشوفوه ده، اللي هي الحته اللي الذبابه بتعض بيها، اللي هي السن بتاع الدبانه ده. ماشي؟ طيب بتفضل عايشه هنا، ساعه ما الانسان يجي يعض، ساعه ما الذبابه تعض الانسان تاني وهي بتعض، تقوم ايه ضخه جواه الايه البروماستيجوت ده. تمام؟ فيقوم داخله جوه الانسان. يبقى المود اوف انفكشن هنا تاني، يبقى المود اوف انفكشن، خدوا بالكم، المود اوف انفكشن هو البيتنج او البايت اوف الساند فلاي، عضه الساند فلاي. الذبابه ديت عايش جواها هنا البروماستيجوت، ساعه ما يعض الانسان، ساعه ما يعض الانسان تنقله البروماستيجوت. ايه بقى اللي هيحصل؟ طيب هل هو الانسان بس؟ لا، اي حاجه فقاريه، اي حاجه فقاريه ازاي؟ يعني اي حاجه عندها عمود فقاري، اي فيرتبر، اي فيرتبرت، اي حيوان من الفقاريات ممكن يحصل فيه الحركه دي، وبالتالي الانسان معرض. الساند فلاي لو عضت الانسان ممكن تعمل له كده، لو عضت الرودنت تعمل له كده، لو عضت الدوجز تعمل لها كده، لو عضت اي حاجه، اي حاجه فيرتبرت يعني فقاريه، خلينا نحفظها كده، من الفقاريات يعني. خلاص؟ طيب خلونا دلوقتي نقول خلاص البروماستيجوت اتنقل جوه الانسان، فهمنا بروماستيجوت يعني اللي عنده فلاجيلا، باينه في الرسمه اهي، فلاجيلا اهي. طيب البروماستيجوت جوه الانسان دلوقتي، ايه اللي هيحصل جوه الانسان؟ ايه اللي هيحصل جوه الانسان؟ هتقول لي راسم الانسان ده عباره عن سبلين وعباره عن ليفر، لانه ده اللي يهمنا قوي في الليل، او دول يعني بدايه المرض، ماشي؟ بدايه المشكله تظهر في دول. طيب تعالوا نحكي الحكايه ونشوف ايه اللي هيحصل. هي دلوقتي ايه اللي حصل؟ ده الجلد الانسان اهو، جلد الانسان، جات الذبابه وقفت هنا وقامت عضه الانسان ده، فقامت مدخله جواه البروماستيجوت في السبكوتينس تيشو. حلو؟ طيب وهي جوه السبكوتينس تيشو هنا، او البروماستيجوت وهو جوه السبكوتينس تيشو، هيقابلها الماكروفاج. تعالوا بقى نعمل زوم على الجزئيه ديت وايه ونشرحها، ايه خد بالكم ايه اللي حصل جوه الانسان. اللايف سايكل بسيطه لو خدتوا بالكم، اللايف سايكل ما بين الدبانه وهي الانسان رايحين جايين. ايه اللي حصل بقى جوه الانسان؟ افهموا دي لو سمحتوا. بكل بساطه ده البروماستيجوت، ده اللي داخل جوه الانسان، ده الانفكتيف ستيج. البروماستيجوت لو سيبناه في حاله مش هيحصل حاجه والله، لو سيبنا البروماستيجوت ده في حاله يعني هيموت لوحده. المشكله هتحصل او البروماستيجوت هيقول لي يعني يا فرج الله، لما ايه اللي يحصل؟ لما الماكروفاج تشوف، خدوا بالكم الماكروفاج، احنا بنتكلم عن الماكروفاج اللي هي قتلت الكتلة، دي اللي ماشيه تقتل اي حاجه غريبه عن جسمنا، خليه قويه جدا. فالماكروفاج اللي هي في السكين اسمها هيستوسايت، فالماكروفاج او في السكين اسمها هيستوسايت، ده معنى واحد، ما فيش يعني، هو نفس الخليه بس في الدم اسمها ماكروفاج، في الليفر اسمها كوفر سيلز، في السكين اسمها هيستوسايت. وصلت؟ لما تخش تشوي يعني. طيب الكلام ده المفروض اخدته هيستولوجي، بس ما علينا، مش هروح له دلوقتي.
يبقى الماكروفاج او المفروض الخليه واحده من خلايا المناعه المسؤوله ان هي تموت البرازات الغريبه عن جسمنا او تموت اي حاجه غريبه عن جسمنا. هتشوف البروماستيجول فيروح بغشم، ايه ده حاجه غريبه، هوبا يقوم بالع الايه؟ بالع البروماستيجول. وهي دي المشكله. وهنا في اللحظه دي البروماستيجول هيقول احمدك يا رب يا فرج الله، ليه يا عم انت رايح في محرقه؟ لا مش هيتحرق، هو عنده ميكانيزم او عنده طرق هيقدر بيها يتغلب على الميكانيزمات او على الماكروفاج ويقدر يعيش جواها. ايه الميكانيزمات مش قصتنا، ازاي بيقدر يتغلب، ايه الانتيجين اللي عنده اللي بيقدر يتغلب بيه على على البروتينات بتاعت او الانزيمات بتاعت الماكروفاج. المهم انه خلاصه الكلام ان البروماستيجوت هيحب جدا، يا سلام، يتمنى انه يبقى يوم المونه لما يلاقي الماكروفاج بلعته، الماكروفاج اللي كله بيخاف منها. طيب ليه؟ لانه هيقدر يعيش جواها، مش هيموت. وخدوا بالكم كمان الخلايا المناعه الثانيه اللي بره مش هتقدر توصل له، ما لو كان فضل في الشارع هنا، كان معرض مثلا ان يجي خليه اسمها ناتشرال كيلر سيلز، ده قتال قتله بقى بجد، ده ما بيتفهمش، ده بيموت اي حاجه. الناتشرال كيلر سيلز دي من خلايا المناعه وبكل بساطه تروح كان ممكن يموته، فهو لا، يعني هو كانه خد الماكروفاج اللي هي خلايا مناعه استخدمها كخبايه، ماشي، استخبى جوه الايه؟ الماكروفاج. وجوه الماكروفاج تحول البروماستيجوت، يفقد الفلاجيلا بتاعته ويتحول الى ماستيجوت. الماستيجوت جوه الانسان اهي، يبقى خلاص احنا كده جوه الماكروفاج حصل ان الماستيجوت اتكون اللي هو ده. الماستيجوت يبدا ايه؟ يحصل له ماتوريشن ويبدا يتضاعف. ما قالش عندكم نوع تضاعف ايه، خلاص مش هشغل بالي. المهم يبدا يتضاعف اهو، يتضاعف 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 جوه الماكروفاج، جوه الماكروفاج كل ده تضاعف جوه الماكروفاج، لحد ما يوصل لمرحله ان الماكروفاج اللي دخلت بقلب اسد ديت وما كانش هم حد ودخلت بلعت البروماستيجوت وهي بتهور وبكل تهور وبكل ثقه في النفس، تربشر، تموت، تتكسر يا جماعه، ويخرج من جواها الايه؟ البارازايت. يخرج من جواها الايه؟ البارازايت اللي هو مين؟ اللي هو الاماستيجوت. طيب البارازايت هنا او البروتوزوا هنا اللي هي الليشمانيا هتمشي بقى دلوقتي فين؟ خد بالكم احنا بنتكلم ماكروفاج يعني في البلد، ماشيه في البلد. حلو؟ فالقصه دي كلها في البلد. شوف بقى يعني عد زي ما تعدوا. هيتمشوا بقى كده هما ماشيين يتمخطروا بقى. فايه عدوا على الليفر، تيجوا يا جماعه نعدي على الليفر، اه يلا شويه يروحوا على الليفر. وبعدين يلاقوا في الجهه المقابله كده ايه، يقول لك ده في هنا في الناصيه الثانيه في سبلين، طب تعالوا نروح على السبلين. شويه تانيين هما متمشين كده يقابلهم بون مارو. بون مارو ده اللي هو اللي بيتكون فيه الار بي سيز وبيتكون فيه خلايا الدم عموما، اللي هو الجزء الداخلي من العظم، النخاع بتاع العظم. قال لها طب ما تيجي نروح كده يا جدعان نشوف ده فيه هناك هيموجلوبين، تعالوا شويه يروحوا على هناك. وبعدين شويه ماشيين كده كمان يقابلهم الريتيكولو اندوثيليال سيستم. ريتيكولو اندوثيليال سيستم ده اسم اللي مش اسم الحاجه معينه في جسمنا، مفيش عضو في جسمنا اسمه ريتيكولو اندوثيليال سيستم، هو ده اللي اسم مجموعه خلايا مع بعضها او مجموعه اعضاء مع بعضها او اورجنز او ستراكشر في جسمنا لها دور في المناعه ولها دور في حاجات كتير في تكسير خلايا الدم وبتاع، هتعرفوه ان شاء الله فيما بعد، بس مش موضوعنا. ممكن اشرح لكم ده بالتفصيل في البلد، بس عايز اعرف منه ايه هو الريتيكولو اندوثيليال سيستم. يتكون من حاجات كتير، منها الماكروفاج نفسها على فكره تعد منها، فممكن نروح لماكروفاج ثانيه، يعني ممكن الماستيجوت اللي خرج ده يروح ينفكت ماكروفاج تاني على فكره عادي، تمام. ممكن يخش جوه خليه اندوثيليوم، الخليه المبطنه للايه، للبلاد فيزل، الاندوثيليوم يخش يقعد جواها. ممكن كمان يتمشى ويروح لحد احنا قلنا السبلين، ممكن يروح للليمف نود، العقد الليمفاويه، وطبيعي هيروح لها ويعمل فيها مشكله كمان، تمام. ايه العقد الليمفاويه؟ هقولها في الاخر، هقولها في المرض. يبقى دلوقتي القصه ما فيها خلصنا من هنا لايه؟ انه يا جماعه كان احنا طلقه خرطوش واتفتحت في الجسم. الخرطوش ده كده 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 حاجات بيليه كده، خرز كتير كده وانتشر في الجسم، تمام. طيب لحظه، اللي عنده سؤال بس يخليه دلوقتي لحظه، الا اذا كان في مشكله. طيب ماشي خليكي معايا دكتوره جهاد. طيب دكتوره جهاد حصل معاها مشكله كده، فطيب خليكي معايا. يبقى دلوقتي يا جماعه سريعا ايه اللي حصل تاني في الجزئيه ديت؟ دخل البارازايت، عيد الجزئيه دي الحته دي مهمه، الحته ديت مبني عليها فهم المرض كله، فركزوا معايا وركزوا مع الدكتور جهاد في الجزئيه دي تفهمها ان شاء الله. يبقى دخل البارازيت جوه الجسم، الناموسه اللي اسف الذبابه اللي هي الفلاي الساند فلاي اللي شايله البارازيت نقلته جوه الانسان، عضت الانسان نقلته ايه؟ البارازيت. طيب الصوت، طب نقف لحظه كده ما نشوف مشكله الصوت دي، الصوت بيوش. يبقى بكل بساطه يا ساده الكرام، الذبابه اللي شايله البارازيت ده اللي هي العائل الوسيط اللي هي الانترميديت هوست في حياه البارازيت ده، اللي شايله هتنقل الانسان البروماستيجوت. برو يعني اللي عنده فلاجيلا، اهي اللي عنده فلاجيلا بروماستيجوت، دخل جوه الماكروفاج يوم المنى يا الف نهار ابيض، يوم الماكروفاج يبلع البارازيت. البارازيت يفرح جدا، ليه؟ البارازيت هنا يا جماعه في الشارع حرفيا، في التيشو كده، في التيشو ديت يعني في خناق، في معجنه حرفيا ممكن يموت، في ناتشرال كيلر سيلز،
في بي ليمفوسايت بعد شويه هتطلع له انتي بوديز، في تي ليمفوسايت هتموته. يبقى القصه انه هناك مش في امان، فهتيجي الماكروفاج تستعجل وتقول لك ايه ده ايه ده ده في هنا بارازيت، هوب ابلع بسرعه. وهنا هنا البارازيت يفرح جدا، لانه البروماس جوت هيقدر عنده الامكانيات وعنده القدرات انه يستخبى ويقاوم الموت الهلاك اللي جوه الماكروفاج. الماكروفاج دي مهلكه لاي حاجه. طيب هيقدر يقاومها، وبالتالي يتحول البروماس جوت الى اماستي جوت. اماستي جوت اللي ما عندوش فلاجيلا، والاماستي جوت ده جوه الخليه يبدا يتضاعف يبدا يتضاعف 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 يتضاعف. شفتوا الماكروفاج دي كانت عامله فيها قلب الاسد ترابشر، تفرقع الماكروفاج دي ماشيه في الدم ترابشر، يمشي بقى يتفسح بقى للخارج ده شويه، يروح على الليفر شويه، يروح على السبلين على البون مارو على النخاع شويه، يروح على الريتيكولو اندوثيال سيستم. قلت لكم الريتيكولو اندوثيال سيستم ده بعيد تاني سريعا، ده مجموعه خلايا في جسمنا مسؤوله عن تكسير خلايا الاربسيز القديمه، تجديد خلايا الاربسيز يعني، مسؤوله عن ليها دور في المناعه، كلام زي كده هتعرفوها فيما بعد في مكانها ان شاء الله، بس ده اللي يهمني هنا. طيب كده خلصنا بكل بساطه قصه البارازايت، واعتقد انتوا بقى عندكم صوره ذهنيه دلوقتي في دماغكم عن المرض، انه في مشاكل في الكبد، في مشاكل في السبلين، في مشاكل في خلايا الدم عموما بكل مكوناته عشان البون مارو، في مشاكل مع المناعه الريتيكولو اندوثيال سيستم وفي الاندوثيليوم. فاعتقد في صوره نمطيه بدات تتكون عن المرض دلوقتي. طيب ارجع تاني اللايف سايكل عموما، ده اللي حصل جوه الانسان. ارجع تاني اللايف سايكل عموما واقول انه جوه الانسان ده اللي حاصل. حلو، هيحصل ايه بقى؟ انه خلاص يعني كل الحاجات ديت، يبقى دلوقتي دم الانسان ده بقى مليان ماستي جوت، دم الانسان ده بقى مليان ماستي جوت، ده ما عندهاش فلاجيلا اماستي جوت. هتيجي بكل بساطه الناموسه تاني، نفس الناموسه السخيفه اهي، او الذبابه اسف، الساند فلاي اهي، الساند فلاي تقف هنا تاني وتقوم شفط الدم، فتشفط معايا المره دي الايه؟ تشفط الاماستي جوت. يبقى هي بتعطينا برو ماستي جوت، بتاخد مننا اماستي جوت. خدت الاماستي جوت، الاماستي جوت جوه الناموسه جوه الذبابه، ايه اللي يحصل؟ تعالوا نعمل زوم على الساند فلاي اهو. اول ما تبلعه هيروح على الجزء الاوسط من الامعاء بتاعتها، اسميه الميد جت، الجزء الاوسط الميد جت. في الجزء الاوسط ده الساند فلاي بكل بساطه اللي هيحصل فيها ان الاماستي جوت اللي هي بقدام واخدام الانسان يتحول الى برو ماستي جوت. برو البروماستي جوت يحصل له بينر فيجن، ينقسم بالطول، يقعد يتقسم بالطول كده، بالطول 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 كده، فيخرج منه حته اثنينات اثنينات، يقعد يتقسم بقى بينر فيجن اللي هو معمول كده، ودي الفلاجيلا بتاعته، فبيتقسم بالطول يعني بيتقسم كده، فيخرج منه فردين جولات، ده اسمه بينر فيجن باي فيرتيكال بلين، بالطول فيرتيكال بلين عمودي يعني بالطول. تمام، طيب ده معنى بكل بساطه قصه اللي هيحصل في الايه، في الساند فلاي، ويفضل عايش هنا بقى جوه الميد جات لحد ما تيجي الناموسه تعض انسان، فيقوم متنقل الى الهايند جات. تمام، ومنها يقوم خارج من الشوكه بتاعه الناموسه ديت، وهي او بتاعه الذبابه اسف مش ناموسه، وهي بتعض الانسان تاني. وصلت يا جماعه؟ فيبقى الموضوع كله متوقف هنا على وجود الساند فلاي، ايه اللي حصل جوه الانسان وايه اللي حصل جوه الساند فلاي. كده عرفناها، اذا غاب الانسان او اذا الانسان مش موجود هيعوض غيابه حاجات كتير، اي حاجه فقريه، انا متاكد اي حاجه فقريه يعني اي حاجه عندها عمود فقري. طيب اتمنى تكون الصوره راحت في اللايف سايكل. هطلع من اللايف سايكل هنا بكلمتين محتاجهم في المورفولوجي، ان انا عندي البارازيت بيعدي مرحلتين، مرحله الاماستي جوت ودي اللي خارجه او دي اللي عايشه جوه الانسان، مرحله البروماستي جوت ودي اللي بتخش جوه الانسان او دي اللي الذبابه بتدخلها جوه الانسان. الانسان عباره عن ايه؟ عباره عن ليفر وسبلين، مهم قوي عشان المرض ده هنعدي عليه دلوقتي. طيب ارجع للمورفولوجي وبعدين ناخد اسئله ان شاء الله، حد عنده اسئله. بالنسبه للمورفولوجي طلعت مرحلتين، اماستي جوت بروماستي جوت. البروماستي جوت عايش جوه الذبابه، الاماستي جوت عايش جوه الانسان. الاماستي جوت شكله ايه؟ بقول تاني بكل بساطه، يعني نوع ماستي جوت فلاجيلا، ما عندوش فلاجيلا. امال بيتكون من ايه؟ بيتكون من السيل ممبرين، او بيتكون من السيل وول يعني، او سيل ممبرين اسف مش سيل وول مش بكتيريا. المهم السيل ممبرين ده بكل بساطه يحتوي على نيوكلياس جواه، ماشي، مفيش فيها حاجه مميزه، يحتوي على فود فاكيول، على حويصلات فيها اكل بتاعها. المهم هنا او اللي عليكم منت ان مفيش فلاجيلا، ده رقم واحد، وان عندها حاجه اسمها اكسونيم وحاجه اسمها كاينيتوبلاست. طيب كاينيتوبلاست ديت هي المكان اللي بينشا منه الفلاجيلا، امال ايه اكسونيم ديت؟ الاكسونيم هي الجزء اللي باقي من الفلاجيلا لما الفلاجيلا بتموت. ايه ده؟ واحده 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 واحده، تعالوا اقول البروماستي جوت هنفهم منها يعني ايه اكسونيم، لو حد مش ملقطش مني الحته اللي فاتت دي، وايه اكسونيم وايه فلاجيلا وايه كاينيتوبلاست. بص يا سيدي اتفضل، البروماستي جوت ما يفرقش حاجه عن الاماستي جوت غير في الشكل، ده اوفال ده سلندر كده او يعني اللي هو الشكل اللي شايفينه ده، شكل الورقه كده. تمام، طيب نفس الكلام، نيوكلياس كاينيتوبلاست اكسونيم، لحد هنا الثلاثه زي بعض يعني، هنا نفس الثلاث حاجات اللي هنا هم نفس الثلاث حاجات اللي هنا، يزيد على ده فلاجيلا بس.
طيب تعالوا بقى نشرح على ديت، هتبقى اوقع اكتر، نشرح يعني ايه اكسوليم، ونشرح يعني ايه اكوينوس بلس، ونشرح يعني ايه فلاجيلا. لو خدنا بالنا ده البروماستيجوت. الفلاجيلا منشاها من جدار الخليه، على فكره معلوماتكم بس عشان ما تنساش، ده الجزء الانتيرو من من البارازايت، يعني ده الجزء الامامي من البارازايت على فكره، وده الجزء الخلفي. مش زي ما الانسان دايما متخيل، وانا دايما مش عارف ليه بتخيل على طول انه ماشي في الاتجاه ده، يعني ان ده الانتيرو. لا، الفلاجيلا طالعه من الانتيرو بارت، عشان بس ما حدش يستغرب عندكم. الفلاجيلا طالعه من الانتيرو، يعني ده مقدمه البارازايت، بقه هنا. ماشي؟ طيب المهم دلوقتي يا ساده الكرام، الكاينيتوبلاست هو نقدر نعتبره كده البذره اللي بيخرج منها الفلاجيلا. طيب امال ايه الاكزونيم؟ هو الجزء من الفلاجيلا اللي لسه جوه البارازايت، ما خرجش بره. امال ايه الفلاجيلا؟ هي بقى فعليا بقى بقيه الفلاجيلا هي الجزء الخارجي. يبقى احنا نعتبرها زي زرعه كده، نعتبرها زي زرعه، دي التربه ودي البذره. البذره اسمها كاينيتوبلاست. طول ما البذره تحت، طول ما البذره تحت او الزرعه بتطلع تحت التربه اسمها اكسونيم. ساعه ما بقت بره الجزء اللي بره ده سميه فلاجيلا. يبقى ايه هو الاكزونيم؟ هو الجزء الداخلي او في يعني داخلي، يعني داخل البروتوزوا، الجزء اللي داخل البروتوزوا من الفلاجيلا، الجزء من الفلاجيلا اللي جوه البروتوزوا او اللي لسه جوه الليشمانيا. طيب ايه هو الفلاجيلا؟ هو الفلاجيلا، الفلاجيلا اللي هي الديل بتاعها او الصوت بتاعها. طيب انا كده معنى كايموتوبلاست، معنى اكسونيم، وده معنى او ده الاستراكشر بتاع الاماستيجوت والبروماستيجوت. ما ننساش تاني انه هيجي يوصفهم بقى في الاخر، هتلاقوا بيوصفوا لكم دي اوفال، مش عارف جواها فود فاكيول، جواها نيوكليوس، هيوصفهم عند الدايجنوزس. فخلاص احنا خدنا الوصف اهوت والشكل قدامنا، هنقرا الوصف نشوفه على الصوره، الموضوع انتهى. طيب انا كده خلصت يا ساده الكرام اول ثلاث عناوين في الليشمانيا، اللي هو المورفولوجي او العيون، اسف، المورفولوجي واللايف سايكل. المفروض هنخش على الباثولوجي، بس يعني ناخد اول اسئله. حد عنده اي سؤال في الجزئيه اللي فاتت لحد جزئيه اللايف سايكل؟ حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه على طول، او تفتح المايك اختصارا دلوقتي لو سمحت. تعالوا بقى يا جماعه ندخل في الباثولوجي بتاع الليشمانيا، المرض اللي اسمه فيسرا ليشمانيازيس او اسمه بلاك فيفر، تمام؟ طيب او اسمه اسم ثاني نسيته، كالا ازار، اسم هندي، كالا ازار، معناه البلاك فيفر، معنى كالا ازار يعني بلاك فيفر. طيب انا هستعرض في سريعا سريعا الباثولوجي، لان الباثولوجي مهم وفي كلام كتير والاسئله كلها بتيجي في الحته دي في الباثولوجي. فنستعرض مع بعض سريعا كده الباثولوجي بيبقى عامل ازاي، ايه الاعراض بتاعته سريعا، وبعدين هشرحها بقى بالتفصيل في السيشن الجاي ان شاء الله. بالنسبه للباثولوجي، فانا هيهمني في الباثولوجي اول حاجه انكوبيشن بيريود، من وقت ما الناموسه وقفت على الانسان ده ولدغته لوقت ما بدات تظهر الاعراض، بدا بقى جسمه ايه الاعراض الكاردينال سيمتوم. عندكم مصطلح كده كاردينال سيمتوم، عارفين كاردينال يعني ايه يا جماعه؟ دول في الجيش، كاردينال يعني القائد. فالكاردينال بيتقال كده الكاردينال فلان او الكاردينال فلان، الكاردينال ده اللي هو معناه القائد او الجنرال او اللي هو التوب يعني. فالكاردينال سيمتومز يعني الاعراض الرئيسيه للمرض، اللي هم الاساسيين، اللي تقريبا موجودين في 100% تقريبا، مش لازم كل الحالات، بس الفكره انه دي اي مرض او اي ليشمانيا غالبا هنلاقي فيها الحاجات دي. كاردينال سيمتومز فيفر، سخونيه، وسخونيه لها خصائص معينه كده وعنيفه جدا، هيباتوسبلينوميجالي، وفهمنا ازاي هيباتوسبلينوميجالي، بان سايتوبينيا، هنفهم يعني ايه. طيب يبقى خلايا الدم، خد بالكم افتكرنا رحنا على البون مارو، فكل خلايا الدم باظت، هيباتوسبلينوميجالي عشان هنعدي على الليفر وعلى السبلين، وقلنا الكلام ده واحنا شغالين، وفيفر، والفيفر لها خصائص معينه كده هرجع لها. طيب هل الموضوع هيقتصر على كده؟ خليني اقول لكم على حاجه، المرض ده يا جماعه الليشمانيا لما انا بقرا عنه امبارح، بقيت على الدبليو اتش او، مكتوب بقى كده دبليو اتش او منظمه الصحه العالميه، كاتبين ان الليشمانيا مسؤوله عن اكبر عدد من الوفيات للبارازايت انفكشن في العالم بعد الملاريا، يعني في رقم واحد الملاريا، ورقم اثنين الليشمانيا تقريبا لو انا فاكر رقم صح، اعتقد لو انا فاكر رقم صح هو حاجه 25000 وفيه في السنه، 25000 وفاه في السنه بتحدث نتيجه الايه الليشمانيا، لو انا فاكر رقم صح، مش فاكر هو 25000 ولا 250000. فالمهم يبقى ده الرقم، ورقم كبير جدا مش قليل، بنتكلم في اكبر بارازايت بعد الايه، بعد الملاريا، وما ادراك من الملاريا، الملاريا مش قليله اصلا. طيب الموضوع مش هيقف على قد كده، الموضوع في الباثولوجي كمان، تعالى نستعرض الموضوع، هيبدا كمان البارازايت يتوحش اكتر واكتر، فيبدا يدخل في مضاعفات اكتر واكتر، ولكن كلها واقع تحت مظله الثلاثه اللي احنا قلناهم، يعني الاساس هم الثلاثه، وبعدين في حاجات ثانيه هتحصل لو المرض طول معانا، زي هيحصل حاجه اسمها لينفادينوباسي، مشاكل مع الليمف نود، وهرجع لها بالتفصيل ان شاء الله. هايبر جاما جلوبولين جلوبولي هرب هايبر جاما جلوبولينز، زياده الجاما جلوبولين اللي هم الاجسام المضاده، هنفهم ازاي.
هايبر بيجمنتيشن، الجسم يبدا يبقع، ومن هنا جه اسم بلاك فيفر، الحمى السوداء، الجسم يبدا يبقى فيه بقع سوداء او بقع هايبر بيجمنتد، بنيه غامقه عن اللون الطبيعي للجسم. تمام؟ هيبدا يحصل اديمه، هنفهم ليه. هيبدا بقى يقل البون مارو، نقص البون مارو ده كارثه، نقص نشاط البون مارو ده يظهر على مستوى الار بي سيز في صوره انيميا، يظهر على مستوى الوايت بلاد سيلز في صوره لوكوبين في صوره سكندري انفكشن، يظهر على مستوى البليتلت في صوره ثرومبوسايتوبينيا، تعمل بليدنج. الكلام ده هرجع له ان شاء الله تاني، نفصله واحده واحده. طبيعي واحد بالاعراض ديت ويت لوس، طبيعي يفقد وزنه ويخس، وتبقى حاله مزريه جدا يعني. طيب ايه كمان هيحصل؟ الموضوع مش هينتهي على كده، الموضوع ممكن يوصل كمان مع الراجل ده اللي هعالجه لحاله مرضيه بتحصل بعد المرض. يعني خدوا بالكم هتحصل بعد العلاج، يعني الراجل ده اتعالج ولكن هتفضل موجوده حته كمان، بقى الليشمانيا هتمشي بس هتسيب له اثر. حاجه اسمها بوست كالا ازار ديرمال ليشمانيز، او اختصارا بوست كالا ازار ديرمال ليشمانيز. تمام؟ ديت هتبقى مسؤوله عن مرض، عن تشوه بشع جدا في جسم الانسان يشابه الليبروسي، الليبروسي هو الجذام. تمام؟ فده يعني مشت وسابت له القصه دي. خلاص يا جماعه؟ فده كده سريعا يعني، يبقى المرض نفسه ايه بدايته، والمرض ايه الاعراض اللي في النص بتاعه، وبعدين اخر حاجه الايه بوست كالا ازار ديرمال ليشمانيزس. ده اللي ان شاء الله هبدا بيه السيشن الجاي، نمشي فيه بقى واحده واحده، نفهمه براحتنا، كلام طب حلو، يبقى سيشن لذيذ ان شاء الله. بعيدا شويه بقى عن جو الباره والايج والبارازايت والمورفولوجي والقصص دي. خلاص كده يا كرام، لو حد عنده اي سؤال اتفضل تكتبه على الجروب لو سمحت. يلا اشوفكم على خير.